اندلاع حريق في معرض للأجهزة الكهربائية وشقتين سكنيتين بأسيوط. اندلع صباح اليوم الأحد حريق هائل في معرض للأجهزة الكهربائية بحي غرب مدينة أسيوط، وامتدت النيران لشقتين سكنيتين دون وقوع خسائر بشرية الحمد لله. تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطار من مأمور شرطة أول أسيوط ببلاغ من النجدة بنشوب حريق في معرض للأجهزة الكهربائية بمنطقة السادات حي غرب أسيوط. وامتدت النيران لشقتين سكنيتين أعلى المعرض. انتقل موقع الحادث ضباط القسم والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق في معرض الأجهزة الكهربائية مما أسفر عن احتراق محتويات المعرض بالكامل، وامتدت النيران لشقة سكنية رقم 504 وشقة رقم 704 مما أسفر عن احتراق بعض محتوياتهم، ومكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة على الحريق قبل ما يمتد لباقي شقق البرج. تحرر محضر بالواقعة وجري العرض على النيابة العامة.